السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدراجون فروت في نهاية الشتاء وفي بداية موسم الربيع بيكون آخر تسميدة وآخر عملية تقليم لأشجار الدراجون فروت. في المرحلة دي بنضيف السماد العضوي الروس الحيواني زي ما ضفناه أكتر من مرة في موسم الشتاء، لكن هنا بنغير المركب اللي احنا نستخدمه الـ MBK المحبب اللي احنا نستخدمه بتركيبة بتحتوي على نسبة فوسفور عالي، وده عشان ندعم عملية التزهير في الشهور القادمة إن شاء الله. بس لو علينا بخير بنبدأ من شهر 5 في عملية التزهير. السنة ممكن نتأخر شوية تزهير عشان الحرارة اتأخرت والبرد استمر شوية معانا، فبالتالي وارد ان يتأخر عملية التزهير في الأصناف اللي هي تثمر ابتداء من شهر 5 ممكن تتأخر شوية. ما علينا، ده إن شاء الله بإذن الله هيكون ليه فيديو منفصل، لكن هنا احنا هنضيف السماد العضوي الروس الحيواني وهنضيف المركب المحبب MBK وهنختار تركيبة تحتوي على فسفور عالي. لكن في المرحلة دي من الضروري هو ان احنا نبدأ نخفف النموات اللي ملهاش لازمة، اللي ملهاش لازمة في عملية الانتاج لكن ليها لازمة في عملية الزراعة. هناخد النموات دي ونزرعها، هنقرب الكاميرا ونشوف ايه النموات اللي احنا هنتركها وايه هي النموات اللي احنا هنقصها. باختصار شديد كل النموات اللي طالعة للأعلى هنقصها بنفس الشكل وناخدها نزرعها، وكل النموات اللي نازلة للأسفل هنخليها كل ده طالع للأعلى هنقصه بنفس الشكل واللي للأسفل هنخليها. كل النموات بالكامل اللي طالعة للأعلى بنفس الطريقة كلها هنقصها زي كده. هخليها في حالة واحدة فقط، لو أنا عايز أطعم هخليها عشان أطعم عليها، لكن لو أنا مش هطعم فبالتالي هقصها بالكامل بنفس الشكل. طبعا الأشجار دي أثمرت العام الماضي، دي هنشيلها، دي رايحة للأسفل، دي كانت مثمرة العام الماضي هتركها، كل اللي كان مثمر العام الماضي هتركها. هنا عندي للأسفل واحدة تانية للأعلى هقصها، يكفيني كل صاج بس ان انا اخد اترك منه واحدة نفس الشكل. هرش الاشجار عندي بالمي باستمرار كل اسبوعين الى 3 اسابيع مرة، وده عشان انشط البذور الهوائية. طبعا الرش هنا بيوفر الرطوبة وتوفير الرطوبة بيساعد على نمو المجموع الجذري او الجذور الهوائية. السماد ده خليط بين سماد عضوي روس حيواني وبين التربة الزراعية اللي احنا بنستخدمها، والهدف من الخلط هو ان احنا ما نزيدش من استخدام السماد العضوي الروس الحيواني. لو زادت كمية الروس الحيواني السماد العضوي هتؤدي الى حرق شجرة دراجون فروت او اي شجرة احنا زرعناها، وخاصة لما تكون في السيز، فبالتالي انا بخلط الكمية 25% من حجم التربة دي بيكون سماد عضوي روس حيواني، والباقي بيكون تربة العادية، وببدأ ان انا اضيف وابدأ اضيف بنفس الشكل. طبعا انا بالعاده ما بزودش الكميه ولكن بزود عدد مرات التسميد. بعد كده بضيف كميه مركب وبعد كده ببدا اروي بروي ريا غمر بعد عملية التزويد بنفس الشكل. طبعا زي ما ذكرنا كل ما رشينا الدراجون فروت بالمي كل ما وفرنا رطوبة للمجموع الجذري او للجذور الهوائية، كل ما وفرنا رطوبة للجذور الهوائية كل ما يكون عندي نمو الجذور الهوائية بشكل جيد. اتمنى من الله ان يكون الدعم في حضراتكم معلومة مفيدة، اتمنى ان الجميع يكون استفاد، ولا تنسوا زكاة الاعلان التبليغ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.